الأسئلة الاسترشادية واقع فرضته جائحة كورونا، واعتبرته وزارة التعليم الحل الأمثل في مثل هذه الظروف، إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن. شكاوى متعددة بين أجوبة غير متوفرة وعجز المعلمين عن إجابتها، ما زاد الأمر سوءا ارتفاع حالات ناهيك عن عدم توفير الإمكانيات لطباعتها. هكذا كانت ردود فعل المسؤولين والمعلمين بقطاع التعليم بمدن الجبل. فعجز المعلمات كيف بالنسبة للصف التاسع؟ يعني كيف سيتم تحليل الأسئلة وصالها؟ هل يتم كتاباتها على السبورة؟ هل يتم كتاباتها في أوراق يعني يتم تصويرها مرة أخرى بإجاباتها وتوزيعها على الطلبة؟ فواجهتنا مشاكل في هذه العملية. واجهت مدير المدارس الذي بعضهم أو جلهم لا يمتلك آلة تصوير لكي يقوم بطرد تصوير الأسئلة لجميع الطلبة، ليصل أعدادهم إلى 150 طالب. ممكن إحنا مدارسنا ممكن يصل أقل مدرسة تلقى فيها 150 طالب من السادس إلى التاسع. حالة من القلق والاستنفار يعيشها أولياء الأمور، فبالرغم من مخاوفهم من عدوى انتشار الفيروس، يبقى هناك القلق المصحوب بالمسؤولية تجاه مستقبل أبنائهم على المستوى الدراسي، خاصة مع وجود عديد من الصعوبات، منها الأسئلة التي وردت من المناهج الدراسية غير المستكملة، وما زاد الأمر تعقيداً على الطلاب، خاصة ما يتعلق بالشهادتين الإعدادية والثانوية. جيت استلمت الأسئلة نتاع الطالب لي يومين ولا ثلاثة أيام. بالنسبة للصف الثامن الأسئلة ناقصة مادتين، توا اليوم جيت على أساس أن المادتين اللي ناقصات استلمتهم. وبالنسبة للشهادة الإعدادية استلمت الأسئلة متاعها. بالنسبة للصف الثامن أسئلة وإجابة متاعها مسهلين حتى للطالب، بارك الله فيهم. ولكن بالنسبة للشهادة الإعدادية أسئلة بدون إجابة، والأسئلة بالنسبة للطالب في من دروس قاعد مخدهاش، والأسئلة متاعها خاشة في الامتحان نازلينها في الأسئلة وبدون إجابة. طبعا هذه أنت الطالب قداش بيستوعب في من مادة فيها ممكن 30-40 سؤال. عملية تعليمية تعيش أوقاتا صعبة، وما زاد الأمر سوءا ارتفاع حالات الإصابة في المنطقة، ما جعلها عرضة للتأجيل لأكثر من مرة. وبعيدا عن أي حلول تلوح في الأفق، تكتفي الوزارة بتحديد مواعيد الامتحانات فقط.